أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا احنا عملنا غسيل كيماوي باي طبعا باي كوستيك. طبعا هي الماده طبعا مش انه اتش اللي هو صوديوم هيدروكسيد، طبعا هي بتكون مواد خاصه طبعا هاي الماده. اوكي، طبعا عملنا فيها غسيل، عملنا غسيل طبعا بهاي الماده زي ما انتم ملاحظين. طبعا هاي تو ريموف ذا اورجانيك اللي ذات المواد العضويه وهي الامور. طبعا زي ما انت ملاحظ طلع كيف لون المي، كيف تحول لونها، حتى الرائحة رائحة يعني أورجانيك، رائحة مواد عضوية. هذا طبعا نسميه إيش؟ نسميه الغسيل القاعدي باي كوستيك. طبعا لازم دائما لما نبلش بعملية الغسيل نبلش بالغسيل القاعدي بالأول، يعني لازم نعمل غسيل قاعدي بعدين نعمل إيش؟ غسيل حامضي. وبين الغسيل القاعدي والغسيل الحامضي بيصير عندها إيش؟ اللي هي مرحلة أو خطوة اللي هو إيش؟ خطوة الفلاش. يعني بعد ما نعمل غسيل قاعدي بنعمل فلاش، بعدين بنفوت ايش على الغسيل الحامضي. طبعا هاي انت عندك هذا عباره عن تنك السي اي بي، هذا عندك اللي هو عباره عن مضخه التدوير. هاي عندك لازم يكون فيه طبعا فلتر قطني او كارتج فلتر. طبعا الفلتر القطني وظيفته تو ريموف ذا سسبندد سوليد ذا بارتيكل اني ثينج ان ذا تانك. اوكي، بعدين تدخل عندك المي. طبعا احنا طبعا نغسل قاعدين اللي هو المرحله الثالثه فقط، اللي هو عباره عن الفيزل الثالث فقط. طبعا هي عندك اللي هو مدخل عمليه الغسيل السي اي بي. طبعا هذا هو عباره عن مخرج البيرمت زي ما انت ملاحظ الخارج، بيرجع وين؟ بيرجع على تانك اللي هو السي اي بي. اوكي، وفي عندنا كمان اللي هو عباره عن مخرج الريجكت، هذا عباره عن مخرج الريجكت زي ما انتم ملاحظين. هاي مخرج الريجكت بيرجع كمان وين؟ عندك على تانك ايش؟ اللي هو السي اي بي. اذا عندك انت اللي راجع على تانك السي اي بي اللي هو عباره عن البيرمت وعبارة عن ايش؟ عبارة عن خط الرجل. اذا عبارة عن اثنين بيرجعوا على تنك السي اي بي، وهذا عبارة ايش؟ عن المدخل زي ما انتم ملاحظين. طبعا لازم يكون في عندك انت تعويض مي على طول باستمرار. طبعا هاي المادة اللي تكونت اذا ظهر عندك لون لازم تقوم بعملية كبه، لازم تكب هذا المادة او هذا اللون حتى انه تتخلص من هاي المادة وما ترجعها على او ما ترجع عندك على اللي هو الممبرينات. حتى يصلك كل ما هو جديد أولا بأول يرجى تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من القناة. خليه شوي فترة وبعد السلام عليكم. بدك ممبرينات نوعية جيدة وممتازة؟ موجود. بدك مضخات حقن ذات نوعية جيدة وكفاءة عالية؟ موجود. بدك مانع ترسيب ذو نوعية ممتازة؟ موجود. بدك مكاين أوزون أو أجهزة تعقيم UV ذات كفاءة عالية؟ برضو موجود. كله موجود، ممبرينات، مضخات حقن، أجهزة تعقيم أوزون، تواصل معي. هسا احنا في مرحلة الشطف. طبعا مرحلة الشطف احنا بنفضي تنك من المواد الموجودة قبل اللي هو مادة الكوستيك اللي كانت سابقا، وبنقوم بعملية تعويض مياه من الخط على التنك نفسه، وبنشغل مضخة التدوير. طبعا الخط البيرمت اللي انتم شايفينه، هذا خط البيرمت
خط الرجك بنخليه طبعا وين البيرمت والرجك بنخليه على الدرين، بنخليهم على الدرين، وبالتالي بصير عندك تعويض مي. اوكي، بنفحص البي اتش في تانك المصدر. طبعا لازم يكون البي اتش في تانك المصدر نفسه البي اتش اللي في درين الرجك. اذا كان الدرين في البي اتش اللي في درين الرجك مختلف عن البي اتش في تانك المصدر، نستمر في عمليه ايش، عمليه الغسيل. هذا عمليه شطف حتى نتخلص من جميع الكوستيك الموجود بالممبرينات، حتى انه هسه نبلش او نبدا بعمليه اخرى اللي هي عمليه الغسيل بالاسيد. طبعا احنا الان في مرحله اللي هو الغسيل بالاسيد، الغسيل بماده الاسيد. بعد ما قمنا بعمليه اللي هو عمل فلاش للارون، نقوم الان بعمل غسيل اللي هو ايش، بماده الاسيد. طبعا هذه عباره عن مرحله الغسيل الحامضي. كما ذكرنا في مرحله الغسيل الحامضي طبعا نفس عمليه الغسيل القاعدي، نقوم بارجاع الرجك وارجاع البيرمت الى تنك السي اي دي وتشغيل مضخه السي اي دي. طبعا يجب ان يكون الفلتر، ان يكون هناك في فلتر قطني كما ذكرنا، ونقوم بعمليه اللي هو التدوير. في حال ظهور لون يجب ان نقوم بعمليه الدرين وتحضير ايش التانك من جديد. اذا نفس خطوات اللي هو عمليه الكوستنج او الغسيل بالماده القاعديه، نفس خطوات الغسيل بالماده الحامضيه. وكما ذكرنا في حال تغير اللون فيجب ان نقوم بعمليه تغيير الماده وعمل الدرين لها وتحضير ماده جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكل التجار، إذا أنت كنت تاجر وحاب أنك أنت تتعامل مع ممبرينات ذات نوعية جيدة، أو مع مضخات حقن ذات نوعية أيضا جيدة، أو حاب أنك بدك مانع ترسيب نوعية ممتازة، أو مثلا بدك أي شيء مستلزمات لمحطات المعالجة، تواصل معي وسوف أفيدك بالنوعيات الجيدة ذات الجودة العالية، سواء كانت الممبرينات، سواء كانت مضخات الحقن، سواء كان مانع الترسيب، حتى أجهزة التعقيم من الأوزون واليوفي وغيرها من هذه الأجهزة. فإذا أنت كنت محتار إيش النوعية الممتازة والجيدة، فتواصل معي وسوف أفيدك بالنوعية الممتازة والجيدة إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني.